علي، تفضل موضوعك. موضوعي الفراغ كيفاش نموت. هاي انا عمري 61 سنه. الوطن الحبيب هذايا كنت نعس على جبل الشعبي بموتور، تو بجيش وحرس نتاعو كل ما يجيش يعس عليه. خدمت الدولة وخدمت في برسمة مراكز، نتكلم لغات ونعرف تاريخ تونس وشاعر وقبيلة، وبطل في وطني الحبيب. لا عندي جواب لا أبيض لا أصفر لا كحل. كيفاش؟ أنا ما عنديش. خدمت مع الدولة وما عندكش الأوراق؟ خدمت مع الدولة ومازال سي ار بي اس من عام 80 لتو رقم سي ار بي اس موجود، وأنا ما عندي حتى يبلع. يا تاني يا حمير تفضل أحكي. عايش من غير كلام. هذا دحوي أني أراه من حيث ومعتاه، أخبارهم عندي رغم الجدران والبعض. على كل أنا متعب من حتى النخاع، ضياع في وطني من ثاني أكسيد الضياع. سعلي موضوعك سيناء فياس كتوهم قايديني من عام 80. مشيت باش نخيط في الكلام مع زوجتي، فهمني قالوا لا لازمك تمشي للإدارة بتاع شبيه، ما نحوهمش هم مغادي، لازم نمشي لمن العوينة. عندي ما عنديش حق باكو حليبة. نرجع لبعض شاب دلتيف موضوعك. موضوع عندي ولاد معاد لهنية تهمت هناك سفلة بأن معناها قد تشوهني مع وحدة، بينما هو بريء. ما قلتليش على خاطر هو بريء، لكن هاو المركز المادة بحضانا مش أنه بريء. قلتلي السلطة من تونس من برجاني اسمها الشيخ نتاعها سي عبد الخليل، وشهدوا له المركز أن هذايا بريء، قالوا له راهو إنسان مهين راهو بريء. وفي البحث هذايا أنكر دافع على روحه، ولما ردوه لفرقة الأبحاث خاف بأنه إنه مريض، اختبل ودك غيره معه متهم هكاك. جريت وزارة العدل، جريت حتى الحقوق الهيئة الوطنية الحقوق الإنسان، الإنسان بوراقه راهو مريض، حتى في السجن مدير السجن بالبرناك مسكين عزبية قالي والله لما نساعدك أعطيت الأوراق، أعطيت المحامي رافع عليه. يا ودي هذا يهزوه الطبيبة بتاعها، هزوه فين القد للرازي. تأكد يا سيد الرئيس، حكم عليه بعشر سنوات. كيفاش هذي هذي نطلب من رئيس الدولة أن يلتفتوا يهزوه المرناك تو يقدوس بتاعه. تو انا عامل صبيت جواب هلا يا طارق بن رجب، صبيت تو ملف بعثت على طريق البوسطة باش نخلط عليه، قالوا لي تمشي بالنابل. قالت لي لا هذا مش من مشغولاتنا، مشغولات منوبة ولي صبيتها ومش نخلط عليه ان شاء الله نهار الاثنين باش نجبد الدوسي نتاع المحامي رافع عليه. يا ودي هذا يعدوه للسبيطار نتاعها، عدوه فين القد للتأكد. هذا يسمح بشيخ هذا اللي في فرقة الإبحاث هذا اسمه جمال، قال لي أخلت على ولدك أو باش يروح راه مسكين مريض في الآخر دوروه مانيش عارف. تو هذا إنسان مهبول مختبل يدور يشلط في روحه، يستعمل العرب باش يركع، بطل العرب باش يدخل بعض. علي هذا نطلب منكم ومن الدولة ومن الوزراء من وزير العدل من رئيس المجلس رئيس الشعب لحقوق الإنسان باش يدخل هذا المسكين هذا. تو كان عمل صح عامل عامل حراس، تو كانوا بحذان عيط لهم قلت لهم بالله يجوا يشهدوا عام بحذان يأكدين قبل يومري. هذا اللي قلت لكم عليه سي من فرقة مقاومة الإجرام اتأكد وشاف قال لي هذا يودي كيفاش ممنوع باش يدخل الحبس. لكن قلت له اهو سيدي تفضل هاي الأوراق. طيب هاي الورق قعد بستغرب، المحامي بتاعي استغرب زاد اسمه سناجي والله يعاوني مسكين اللي ما جان. المحامي بتاعي توا هذا سي ماهر عاوني لوجه الله وغرب يا سيد الرئيس هذا يعديه للسبيطار بتاعي لتأكد. معناتها انت الولد عنده جلسه جايه في الطريق الدوسيات لازم يخرجوا من الطريق يقدموا للخبير الطبي باش يثبت حاله الجنون اللي هو القد وبايس فعلا. معقول هذه ما فهمت عبد اللطيف، انت انت قلت كلمه قلت انت خدمت تابع الجيش العويله حسيت عليها تونس من جزات ومن جزات وما عندكش الريتريت للساعة الحاضرة. ما عندي حتى شيء، ما عندي أبصوم دبل وعندي زيتام بيعيش وعندي ولد عامل اكسيدون وعندي زين العابدين بن علي بطل أو عندي بالميدانة
وحاربت الدولة بكل أنواع الأشكال المحاربات الدكتاتورية من عام 1940 حتى اليوم. بالعادية أنا كنت في بيه بحرب ليلة النهار وصلهم لكن تحت قيادة حلاقة ويبيكم ألف شاهد من باب حرب من بورد فرنس يتكلم اللغات. بعد مرور دمت سياحة ضربوا بارد وضربوا سوسة قعدت بطال في الميدان نجمع بيزيتون بالنهار لغاتي بتجاربي. يعني عملت ماركتين كوميرسيال عملت كل بارت بتاع العاصمة وحوالها. لكن جيت لك بلاد ميت عاد حد يسمعك حاجة الناس كل حتى الاقتصاد وزنها والناس كل قاعدة تاكل وتجي المحيط على حساب المواطن الضعيف بسيط اللي خدم البلاد هذه بدمه وبعرفه وصار عليها الليالي وفي الاخر هم تربوا على الكراسي وقالوا معناها ياكلوا من دمنا ومن حمنا. ولهذا قلوا كلما طار طير وارتفع الا كما طار وقع وكلما تسلق القرد الى اعلى بانت واخر. لهذه الاسباب النووي ليس إيران ليس العراق النووي هو أنا فلتبحثوا عما أنا قمت موقوتة في كل وقت نجم فلت وماذا بي من حبش لأني ابن هذا الوطن وهذا صوتي ينادي كل حبي للوطن وعن جدارة أصبحت تونس منارة دون لبس في